لكن في هذه اللحظات عندي فقره مهمه جدا وهي فقره ترند اونلاين، وانضم لي من خلال زوم الاستاذ محسن لملوم مدير تحرير الاهرام الرياضي على الهواء مباشره. يا استاذ محسن اهلا بيك، منورنا ومشرفنا كالعاده. اهلا بيك يا استاذ امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدين قناه النادي الاهلي. اهلا بيك، ايه رايك في الدوري؟ لا بسم الله ما شاء الله، يعني من سنين طويله ما كانش بيبقى الدوري بالمتعه دي، خصوصا في الاسابيع الاولى. يعني احنا متعودين ان بياخد وقت مثلا من 7 لـ 8 اسابيع لحد ما اللعيبه تخش في الفورمه او ما. السنه دي بصراحه الموسم بدأ من اول اسبوع بشكل قوي جدا، وده بالمناسبه لان السبب في كده ان هو بدأ من حيث انتهى الموسم الماضي، لما البطوله كانت تعطلت حوالي 5 شهور او تقريبا 5 شهور بسبب جائحه كورونا. لما رجع واستكمل وبقى بالشكل ده كانت النتيجه بتاعته ظهرت، لان طبعا اللعبه ما ريحتش. وصلت الموسم الثاني كانك بتبتدي الدور الثاني من الدوري بالظبط كده، فعشان كده ما خدوش راحه. وده بالمناسبه كمان عشان ما ننساش بين قوسين كان سبب تفوق الاهلي والزمالك على الوداد والرجاء ذهابا وايابا في نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، اللي هو كان فوز واضح وصريح، مش مجرد فوز او تفوق عادي، لا 4-1 للزمالك و5-1 للاهلي في مجموع المباراتين، ده الحقا يعني لما حدث السنه اللي فاتت. فعشان كده السنه دي كمان سر حلاوه الدوري، مش بس انت منتظر اهلي وزمالك وبيراميدز او الانديه القمه، لا ده كله، حتى الصاعدين جديد نادي سيراميكا كليوباترا، مش عشان هو في المركز الاول مع الاهلي مقرر، لا دي كل ده لسه، احنا لسه في الاول ولا 5 6 اسابيع كمان. لكن انا بتكلم على ان ما حدش بقى عنده في اي فريق، ما بقى حدش بيهاب حد. يعني سيراميكا بتلعب بقوه، البنك الاهلي بيلعب بقوه، يمكن غزل المحل عنده شويه ضربات، لكن برضه فريق ليه تاريخ وفريق كبير. بالظبط، فصعب جدا. يعني انا عايز اقول لك ان السنه دي المنافسه هتبقى على القمه ثلاثيه، اهلي وزمالك على القمه. يعني السنه اللي فاتت الاهلي مثلا كان فرق 20 نقطه تقريبا عن نادي الزمالك، هو ما كانش السنه دي متوقع ان يكون في منافسه. لا ثلاثيه طبعا، ثلاثيه اهلي وزمالك وبيراميدز. والمربع الذهبي ده هيبقى عليه ولا مثلا 5 6 فرق بيتنافسوا عليه بالشكل اللي احنا شايفينه بقى، سموحه والاتحاد، المقاولين رغم عنده دروبات، سيراميكا كليوباترا اللي ملاه، الاسماعيلي، الانتاج. لا يعني يكفي ان احنا من اسبوعين حتى معدل التهديف يا استاذ امير عيلي من الدور، من الاسبوع الاول للاسبوع الثاني. يعني الاسبوع الاول كان 18 هدف سجله، الاسبوع الثاني 27 هدف سجله، فده بصراحه بيدي مؤشر قوي جدا. حتى الهدافين، يعني الهدافين كلهم حوالي 9 لعيبه، كل لعيب جاب 2 منهم مثلا من النادي الاهلي بمناسبه الاهلي، كهربا ومحمد شريف. محمد شريف ده قصه ثانيه لوحده يعني نتكلم عليها. فاقصد اقول ان هو الصراع بدا مبكرا في كل المراكز، حتى في الفرقه الواحده، الفرقه الواحده بدا المركز الواحد يبقى فيه اكثر من لاعب، كله عايز يثبت نفسه في الهجوم، في حراسه المرمى، في الدفاع، في الوسط. بصراحه احنا يعني هذا الدوري بصراحه ينقصه الجماهير، لو كان في جماهير مع الضخ المالي الكبير جدا اللي فيه من صغير لكبير، من فريق صغير لفريق كبير، بصراحه كان فرق جدا جدا جدا، كان خلى النادي الاهلي ده عفوا الدوري المصري ده في حته ثانيه خالص، كان بقى افضل السنه دي عربيا، خصوصا مع استقطاب لعيبه شمال افريقيا، انديه لعيبه المغرب وتونس تحديدا عاملين بصراحه رواج عالي. ده اللي انا عايز اتكلم معاك فيه، ودور ومدى تاثير المحترفين الاجانب في الدوري المصري حتى الان بعد الجوله الثانيه، من وجهه نظرك شايف مدى تاثيرهم ومدى اهميتهم بالنسبه لكل الفرق؟ اكيد طبعا لهم دور مهم جدا. يعني انا عشان ما اتكلمش بشكل كبير، يعني مثلا يكفي في النادي الاهلي بدري بانون مش مجرد مدافع، مش مجرد بيشتت كوره او يطلع الكوره في الاول وخلاص او يرمي قدام، لا ده بدري بانون بيبدا الهجمه للنادي الاهلي، هو مدافع بيبدا الهجمه. ما خدش وقت كتير جدا مع النادي الاهلي، يكفي ان اول مباراه شارك فيها كانت مباراه نهائي الكاس، شاط ضربه الجزاء اللي لو كان اهدرها ما كانش حد هيلومه، ومع ذلك سجلها مش مجرد باي لك، لا شكل جمالي رائع، بهدوء برزانه، ولا اكنه مع الفريق بقى له فتره. امبارح حتى رغم ان يعني مع احترامي طبعا لنادي غزل المحله، مش المنافس اللي اقدر اقيس عليه مثلا قوه النادي الاهلي، كان غايب فتره طويله عن الدوري وعاد مؤخرا، لكن يبقى برضه تعامله في المباراه عالي جدا، بما يؤكد انه هيفيد النادي الاهلي في الفتره الجايه. مش بس بدر بانون، يعني حتى علي معلول ما زال بيحافظ على قوته في الزمالك، بن شرقي واحداد وساسي، كل المحترفين بقوا عاليين. يمكن انا حتى من خلال متابعتي لشمال افريقيا بقى هم عمالين مستغربين او بيقولوا كتير احنا فقدنا اهم لاعبتنا لصالح الدوري المصري. بس هو الدوري المصري اصبح طموح عند اللعيبه الافارقه ايا كان الدوري اللي هم بيشاركوا فيه، سواء في شمال افريقيا او في جنوب القاره. يعني
بالظبط، لان انت مش واخد مجرد لعيب وخلاص، لا انت واخد الزمالك مثلا واخد بن شرقي افضل لعيبه بالظبط الكره طبعا، المغربيه، لعيب ممتاز. حتى ان كان اناجم بعديه بمراحل، لكن مثلا ما تيجي بدر بانون افضل صح مدافعين الدوري المغربي، انت طبعا، خدت الافضل. يعني كان في حتى صوره كان نشرها موقع الرجاء المغربي عقب خروج الرجاء من البطوله الافريقيه على يد الزمالك، كان في مطار الدار البيضاء كان بدر بانون وكان حميد احداد، كانوا جايين الاثنين على مصر، فبقول لك ايه يعني الاثنين اتجهوا الى القاهره، فالف سلام عليهم. قريت التعليقات كل الجمهور بيقول طب احنا كسبنا ايه؟ بنفقد اثنين، واحد هداف بتاعنا، واحد مدافع بتاعنا، واحد راح اهلي، واحد راح زمالك، احنا خسرانين. حتى كان من الواقع الطريفه ان رئيس النادي الزينيتي تقريبا دخل، او الزيات عفوا، دخل كتب كومنت قال لهم وانا ايضا مستفيد، اللي هو مستفيد ماديا يعني، قالوا لا احنا نادي كبير بالظبط. كالرجاء وما الى ذلك، مش هخش طبعا في تفاصيل، لكن دي قيمه الدوري المصري، النادي الاهلي ونادي الزمالك ومعاهم بيراميدز، بقت الارقام عاليه جدا، والا اللعيبه دي مش هتجي لك. ما هو النهارده بقى عرض وطلب، اللعيبه بتجي لك ليه؟ النهارده انت عندك تقريبا منتخب تونس يمكن في عندك التشكيله، 15 لعيب من تونس في الدوري المصري، عدد كبير. بالظبط في كل عدد كبير ولسه وقالوا مجر، يعني انا كان في صوره ما حدش انتبه ليها كتير، نادي الصفاقس التونسي ليله دوري ابطال افريقيا، نهائي دوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي والزمالك، نشروا صوره وكتبوا عليها الصفاقس في نهائي دوري ابطال افريقيا، ايه بقى الصوره؟ كان فيها علي معلول، جونيور اجاييه، كان فيها فرجاني ساسي، كان فيها حمزه المسلوسي، الاربعه من نادي الصفاقس، بالظبط اذا كان بالظبط بقى راحوا بعد كده اللي راح الترجي واللي راح مش عارفين، بس الاربعه النتاج نشر لهم تمام تيشيرتات كلهم بتيشيرتات صفاقس، فهذه الفكره ماشي. ان انديتنا وعلى راسهم الاهلي والزمالك استفادوا من الجزئيه. عايز اسالك بقى بخصوص كاس العالم للانديه، بشكل رسمي تأهل من آسيا أولسن الكوري الجنوبي، بشكل سريع عايز منك توقع لشكل المنافسة في بطولة كأس العالم للأندية. لا انا بحذر النادي الاهلي من خلال قناته من النادي اولسان الكوري، عمل ماتش هايل جدا، قدر يحول تاخره قدام بريس بلوس الايراني من 0-1 الى 2-1، حول الهزيمه، كمان المدرب بتاعهم كيم وود دو هون اللي هو كان ملقب بالمدرب المنحوس، كسب تقريبا ثلاث اربع نهائيات، كان كسب مره، النهارده بيكسر حظه كمان في، بصراحه انا شايف في وجهه نظري من متابعتي ان هو اعلى من الدحيل القطري، يعني هو يقدر يتخطى، بتوقع له يتخطى طبعا الكوره ما فيهاش الكلام ده، لكن طبعا بتوقع له يتخطى الدحيل القطري في المباراه ويقابل هو الاهلي. الفريق ده كان بالمناسبه مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه في 2012 في اليابان واحتل المركز السادس. ان شاء الله نتمنى ان احنا نشوف بطوله قويه، نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي تحديدا في هذه اكيد طبعا البطوله. النادي الاهلي يا استاذ محسن انا اكيد، بشكرك شكرا جزيلا، ودايما شكرا بسعد جزيلا، وبتشرف بتواجدك معانا. استاذ محسن لملوم أنا لا. مدير تحرير الاهرام الرياضي كان معانا عبر سكايب، واتكلمنا معاه في تقييم سريع لبدايه بطوله الدوري، وكمان عن توقعه لكاس العالم للانديه وشكل المنافسه فيها. هروح لفاصل.